طب خليني اقول لكم هذا كمان خبر كثير حلو بصراحه نفتخر فيه، ويعتبر صراحه انجاز سعودي للمراه السعوديه للامانه، خاصه التي تعمل في المجال الطبي. طبعا الخبر هذا ما راح يكون غريب على كثير من السيدات السعوديات، لانه كرمت الشؤون الصحيه في عسير الممرضه السعوديه اسرار ابو راسين. هذا التكريم صار بعد ما ساعدت فتاتين عمرهم 5 و6 سنين من الغرق، صادف طبعا الحادث انها كانت موجوده في نفس الوقت مع عائلتها في شاطئ بيش، ولاحظت انه البنات بيسبحوا بشكل مو طبيعي وساعدتهم الحمد لله، بعد ما طلبت طبعا الاسعاف على انها ترجع على الاقل التنفس للبنات وطبعا النبض. الحمد لله عادوا الى طبعهم عفوا الى وضعهم الطبيعي الين ما وصلت سياره الاسعاف ونقلت البنتين الى المستشفى. انا عارفه عبير وانت تتكلم في البدايه الواحد كذا يحبس انفاسه انه يا الله ايش اللي بيحصل، بس دائما يقول الحمد لله على وجود الاشخاص المناسبين في المكان المناسب، وطبعا برضو الواحد ينوه على دور الاهل الكبير والاهمال والخطر، فانتوا هذه مسؤوليتكم اولا. دائما للسعوديات تحديدا مبدعات، فانا من اول قاعده اطالع في الحاله واطالع في ابداعات اللي عندنا، والحاله اليوم مختلف يعني لاحظت انه ما ادري هو دونت مودرن دونت، يعني ماني قادره اتجرى اني اقوم اكل الان يعني لانه الموضوع واضح انه حيطيح علينا، فاحنا في الفواصل نستغله. بالفعل بالفعل يا عبير، يديهم العافيه. طيب نطلع للخبر.